ما حدش كان يتصور تروح من بيننا بالشكل ده، يعني ما حدش صدق، انا شخصيا ما صدقتش، حتى لما عرفت انها مصابه بالكورونا قلت 15 يوم وحت صح أنا هتصير كويسه. أول كلامي راغبة قالوا لي 5 أيام وهترجع، لأن اكتشفناه بدري. وصحيح أول يومين كانوا في البيت، بدأنا البروتوكول في البيت، وكان صعب لأن لازم مثلا تاخد حقن السيولة تحت المعدة، يعني تحت الجلد في المعدة، فكان صعب إن حد يجي. وانس إن أنتي بتقولي الروشتة، حقنة الكليكسان، اللي مش عارفة ايه، فالصيدلية بتبقى عارفة ان ده اندر كورونا، بيخافوا يبعتوا الناس اللي تبعهم. فكان كلف ان تاخد البروتوكول في البيت لانه كان كله حقن في الاول. فاللي ساعدني دكتور عادل طلعت، بعت لي من عنده من المستشفى ناس تعالجها في البيت، وهي كانت ممتنة قوي لده. وبعدين كانت قوية، يعني خدت الخبر عملت كده بالظبط، ما كملتش 3 دقايق وقامت كده قالت لي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. فكنا في الاول وهي ما عندهاش ولا عرض غير الحراره، والحراره اكتشفناها انها بتقول انها حرانه، فعارفه كله كده زي الحلم. بس وهي نازله كانت قويه قوي، يعني هي رايحه بقى بعد يومين. بعد كم يوم؟ بصي، الأول بدأنا التحاليل وكده، أخدنا فيهم يوم اللي هو الأربع والخميس. الجمعة بدأوا يتكلموا إن in case of إحنا داخل العيد، وإن case of إن حصل لنا شورتج في الأكسجين، هنبقى في مشكلة. الإيج، سنها، والوضع اللي هنبقى فيه، بلس إن الدنيا كانت كراودد. فبدأنا ندور على مكان في المستشفيات، اتوفرت في انا مستشفى في الصعيد، واتوفر في الاسماعيليه، وفي مرسى مطروح. طيب سرير سرير سرير، وعلينا ان احنا نشوف بقى الوضع بتاع. فاحنا اخترنا الاسماعيليه، قالوا لنا اوكي، فرحنا على الاسماعيليه. بعت لها الاسعاف تاخدها من البيت، تحسبا ان ممكن يحصل شورتج في الاكسجين. نعم. فاتبعت على اساس ان هم يبقوا تحت استعداد، انها عندها 86 سنه، اوكي، فلازم الموضوع يبقى متحوط. متحوط. اوكي. وراحت وهي نازله، كان لازم تشوفي القوه اللي سابتها لي او مدتني بيها انا وبنتي. لابسه شيك مثل العادة. مثل العاده مثل العادة. مثل العاده، وبتاخد شنطه لايقه على الست، يعني وهي نازله بتقولي لا 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 خلي دي وهاتي الشنطه الكحلي. صحيح كان عينيها فيها دموع، هي بتكتب دايما على الحيطه ان الذي فرض عليك القران لردك الى ميعاد في اي وقت هي مسافره فيه. فانا طلبت منها انها تكتبها، فراحت قالت لي انا مش مسافره. قلت لها لا حبيبتي انت رايحه الاسماعيليه. قالت لي طيب، اول مره يبقى الخط فيه سنه، هي بتكتبها على الحيطه، اول مره الخط يبقى فيه سنه رعشة بسيطة، ما عرفش ده بسبب الحرارة لأنها كانت 39.7 شرط، ولا بسبب الإحساس إنها مش راجعة. كان يوم صعب بكل المقاييس يا أخت. كان آخر يوم بالبيت. آخر يوم شفتها في فيس تو فيس. وصلت على المستشفى. وصلت على المستشفى. مرحلة المستشفى كانت إزاي؟ بيرفكت، يعني كانت هايلة. وصلت استقبال محترم جدا، طمنونا إنها الحمد لله she's fine. بس اول سي تي للرئه اكتشفوا ان الرئه للاسف اتصابت، فقالوا ان في احتمال ان ممكن نعدي ده. كان املي كبير قوي بعد صدمه رهيبه، رجع تاني يبقى في امل. اطمنت، كنت خايفه قوي ان المستشفى تكون مش مستشفى حكومي، فكنت خايفه. طلعت رائعة بالمعاملة بالمتابعة، معاملة، نظافة، كل شيء أكتر من رائع. يعني حتى إيفن وهي رايحة كانت واخدة كل الحاجات اللي ممكن هتستخدمها. طب هناك لما اكتشفتوا أنه الرئة مصابة، هي كانت نفسيتها عاملة إزاي؟ يعني كانت عارفة عم تعرف بالمراحل، مراحل المرضى؟
بص يا راغدة، هي متبعة جيدة للطب ان جنرال ومثقفة في الطب جدا، فكان دايما تقول ارتقي لدرجة دكتور وتضحك يعني. لكن طبعا الكوفيد كان جديد علينا كمعلومات، ولكن هي كانت مدركة from day one ان انه مفيش الموضوع رجعة، ممكن. بس احنا اللي كنا عندنا امل. هي كانت فت ونازلة فت، واول اسبوع كانت هايلة هايلة ومفيش اي مشكله. بعد كده بدا يبقى فيه شورتج في النفس، وابتدت تدهور حالتها الصحية. تدهور بمعنى ايه؟ ايه ولا حاجه يعني غير شورتج في النفس، يعني النفس عندها متقطع. يس، يعني بدا يبقى فيه قصور في التنفس. اما تيجي تتكلم يبقى عارفه كده، فبتحتاج اكسجين. الاكسجين، فبدأوا يدوها يمدولها بالأكسجين، وبدأنا الأكسجين مش جايب نتيجة، بتنهك تحت الأكسجين، فبدأ يزيد للسباب. السباب ده جهاز بيبقى بيتمسك جامد. فبعدها المرحلة اللي بعد كده قالوا إن الرئة حصل فيها زي بابلز، ركبوا لها جهاز خارجي. فحتى هي كانت اليوم ما كنتش قادرة تشيل السباب، كانت بتشاور لي على الجهاز انه مضايقها يعني، بس قوية وراضية وحمدة بطريقة. اتعلمت كتير قوي من المحنة اللي عدينا منها. مش سهل، مش انت مرض. عرفت خلاص. اليوم اللي قبليه كل الناس طلبوني، الأصدقاء اللي كانوا بيتابعوا من برايا يعني، كانوا بيتصلوا هم دايركت بدكاترة على صلة، يعني المعارف والناس طبعا. الطبيعي، اوكي. بدأوا يقولوا لي الحمد لله الحمد لله بقت كويسة قوي، الحمد لله ده يوم الحد هتخرج، ده يوم الحد هتخرج. فكنت بتصل أنا وصديقتي يعني أو ولادها. انت كنت ممنوعة تنزلي، ممنوع حد يدخل خالص ممنوع خالص. ولا حتى من خلف الزجاج؟ ما في. طلبت لما راحت الانتنسيف كير العناية المركزة، طلبت اني اروح اشوفها من ورا ولادنا الازاز من بعيد، حتى من بعيد. بالظبط. رفضوا تماما. حاولت بكل الطرق، جميع الاتصالات الممكنه، استحاله. الحاجه الوحيده كانت مسموحه لي ان اوقات ببعت لها الغداء، وكان بيدخل بطريقه معينه ويتعقم بطريقه معينه ويدخل لها. اوكي. ده في الاول. وانس انها دخلت الانتنسيف كير كل ده وقف. بعد كده قالوا لي ممكن تبعت لنا شوربه الخضار في طريقه معينه، التغليف عشان بيرموا الكفر الخارجي وبياخدوا الداخل، يعني ليها قصه كده، وعشان يحطوه لها في الرايلز اللي هي اخر اخر مرحله. اخر مرحله اللي هم اخر اميره 5 ايام. فقدت الوعي؟ لا، لاخر يوم كانت واعيه مدركه وقادره. بتتخدر. دكتور محمد خالد كانوا بيخدروها، الدكتور المسؤول عنها كان في دكتور محمد خالد، دكتور محمد رضا. دكتور محمد رضا اخر يوم اللي هو الجمعه اتصل بيها، صغير في السن بس كبير في الطب وفي المقام يعني. كلمني قال لي انا مش قادر اقف. قلت له ليه؟ قال لي قلقان انها يعني تبقى مش موجوده بعد شويه. انا بنتها يعني، شوفي بقى وصلت لمرحله اني بسمع الكلام ده بقوه. وكلموني برضو قبليها باسبوع، عرفت ان احنا رايحين في النهايه. كان معاها اللابتوب بتاعها وكان معاها الاجهزه. كلموني قالوا لي تعالي خدي الاجهزه والدبلة، عشان اضطرينا نقلعها الدبلة عشان المكنات المكنة. فروحت استلم الحاجة. ده كان اصعب يوم بالنسبة لي انا. ادوني كل الحاجة، ففهمت ان خلاص that's the end. ده كان اصعب يوم عليا. كنت لوحدي ورحت جبت الحاجة ورجعت من الإسماعيلية. فكرة هي مش الإسماعيلية، هي بره الإسماعيلية ب 30 كيلو، فمشوار كان طويل قوي 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 ما قوي. ودعت إياه. لا، في الفيس تايم يعني بنشوف بعض بالكاميرا كل يوم. آخر كلام لإلها لإلك شو كان؟ يا رب أميرة. عندي فيديوهات بس مش للعرض طبعاً، بشغلهم دلوقتي وبقعد ابوسها كده. فهو ده اخر كلام كان بينا قالت لك يا رب. لما بدات
الجمل تقصر يعني. قالت لي يا رب واميره، كانت بتردد يا رب واميره اكتر كلمتين يعني. بس خليني اشوف انا وياك. اوكي الله يرحمه. الله يرحمه. طيب الله يرحمك يا رجاء. كانت مثل ما قلت لك يا اميره، مش بس انت اللي خسرتيها واستفدتيها، حبيبتي كلنا. هي حبيبت. وجهت الرساله لحسن، انت شو بتقولي لها اليوم؟ هقول لها الحياه وحشه قوي من غيرها، كل حاجه متغيره، مفتقداها في كل شيء. انا كانت بتدعي لي، انا عايشه معاها في البيت طول عمري، حتى لما اتجوزت كان يعني طلبهم ان ما ننفصلش لان انا وحيده. بنت وحيده صح؟ فعشنا معاهم كل يوم كل يوم، لو هي صحيت قبلي لو انا صحيت بعدها، صدقيني يا رهده تقعد تدعي لي كتير. وانا كنت اوطي ابوسها في السرير لو هي قاعده، هي بتحب تقعد تقرا في سريرها كتير قوي، لما اوطي عشان ابوسها تروح مطبطبه على قلبي وتدعي لي، تمسك قلبي كده وتحط ايدها وتدعي لي، تقول لي ربنا يجعل في وشك القبول، ربنا يصلح حالك، ربنا يملأ قلبك بالسكينه والرحمه والحب. دماغي طويله فانا بقى مستعجله، عايزه انزل بقى يعني، انا ببوس وامشي وهي حاطه ايدها وعايزه تكمل وتدعي الدور. لك. فكنت اقول لها مامي كده، انا عايزاها ترجع تدعي واقعد بقى، مش عايزه اروح اقول حته. لك حاجه، هي سمعانه. يا رب يا رب. تقولي لها انا بدي لها وحشتيني كتير. لا وحشتني، دي كلمه قليله. شو تقولي لها؟ عايزه اعيش تاني. عايزه اعيش، عايزه احس ان البيبي، شوفي الحجم ده، اما بيبي بتدلع وحب وحنان وعطف وكل حاجه. بس اقول لها شكرا على كل اللي عملتيه لينا، ومهما قلت انا عايشه في ايه يا راغده، يا راغده مش ناقصتك ناقصك ناقصتك، وجودها ناقص بالحياة. طبعا طبعا. لا وانا عايشه في سعاده وفخر باسمها وحسها وسيرتها وبدعواتها ودعواتها بدعواتها ودعواتها، بس مفتقداها هي. احنا بفهمك بفهمك أميرة، يعني بعرف كتير ناس عايشوا تجارب تجارب فقدان ناس بحبون، من خلال اهمال، من خلال ما بعرف عدم تصرف. مشان هيك بنقول اليوم هدفنا من هالحلقه هو التوعيه. انتبهوا انتبهوا، الكورونا مش مزحه مش هزار، حتى ما نخسر الناس اللي بنحبهم. هي غابت عنا بالجسد ولكن حاضره معنا باعمالها دايما وبمحبتها وبطاقتها الايجابيه بكف تركت. اميره وجودك بذكرنا فيها، حضورك معنا من ريحتها. أميرة أنا بدي أعزيك وأقول لك يخلي لك عائلتك، فقدناها مثل ما قلنا ولكن هي حاضرة معنا بالروح. شكرا لك يا أميرة. ميرسي حبيبتي ميرسي. مش عارفة أقول لك إيه، يعني أنا اللي سعيدة، كل ما سيرتها بتيجي ببقى سعيدة. كانت لينا كلنا أم لمصر وللوطن العربي، الله يرحمها، ذكرها حلوة قوي، وهو ده اللي هعيش بيه بتهيألي. أما عن الكورونا فهي كانت ملتزمة قوي عشان أبرأ حياتها كمان، هي كانت محترمة قوي أنا عارفة في تصرفاتها، عارفة فبالتالي الموضوع. كانت بتحترم المرض قوي. بس حظها إن هي اتصابت، لأن كانت بتضطر تقلع الماسك في شغلها، ولأنها بتحترم شغلها فبالتالي ده خلص حصل. ده مقدر بالظبط مقدر، ما بصيبنا غير نصيبنا، ولكن الوقاية ضرورية وما نستهتر أبدا لا بصحتنا ولا بصحة اللي حوالينا. تبقوا بصحة وبسلامة. شكرا لك أميرة. مشاهدينا ربنا يخليكم بصحتكم، نلتقي في حلقة أخرى من نص الكلام.